ناس ما بتروح تودي الحضانه وناس مش قادره تقعد الحضانه. اصل احنا بنقول دلوقتي هيترتب عليه كلام تاني في الحلقه ان شاء الله دكتور. مع عايزين نقول ان تهميش الابن او الولد اللي هو طفل صغير ده بيعود بالسلب عليه في بيعوق مسار حياته وبيعوق مسار حياته. دكتور محمد عبد العزيز، ماذا تنصح اداره المدرسه الاولى بدورها نحو الابن او الطالب في المدرسه الاولى في حياته؟ هو في البدايه لازم يكون الاب والام اساسا على مستوى من الثقافه. يعني انا قبل ما انصحهم واقول لهم هتعملوا ايه لازم ابقى عارف نوعيه الشخص اللي انا هنصحه. ولذلك دي مش مسؤوليه الاسره لوحدها، احنا دلوقتي في مجتمع مفتوح. تمام. بالتالي هتبقى المسؤوليه مش مسؤوليه الاسره لوحدها، هي مسؤوليه الدوله. على اساس ايه؟ على اساس ان الطفل ده اللي اتولد النهارده يعني في الوقت الحالي في طفل بيتولد. الطفل اللي بيتولد حاليا دلوقتي هو مش ابن اسرته، هو ابن الدوله. معانا مداخله تليفونيه دكتور عماد الدين محمود. اهلا بيك يا دكتور، شرفت برنامج ابن الوطن.